السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحتين 145 و146 من كتاب Pour communiquer en français المستوى الرابع ابتدائي. عندنا ان تيكست ليكتشر، واحد النص قرائي، عنوانه Un petit garçon au pays des arbres. طفل صغير في بلدان في بلد الأشجار. أو بي ديزابر في بلد الأشجار. نقرأ النص ونعود نقرأ قراءة متأنية ونشرحه. واضح؟ إذن تابعوا معي. Un petit garçon au pays des arbres. Les gens qui ne savent pas écouter les arbres disent que les forêts sont silencieuses. Mais dès que l'enfant siffle et qu'il siffle bien comme un oiseau, il commence à entendre le bruit que font les arbres. Il y a des craquements de branches qui se dressent, des feuilles qui se mettent à trembler. Il y a surtout des bruits de sifflements parce que les arbres répondent. Ça, c'est le langage des arbres. Si tu ne fais pas attention, tu peux croire que ce sont les oiseaux qui sifflent. L'enfant a compris que les arbres vivent et réagissent. Un petit garçon au pays des arbres. طفل صغير في بلد الأشجار. وهذه الصورة كما كتشوفوا لتحت هي اللي كتعبر على هذا الشيء اللي غادي نقراه. كتلاحظوا بأن الطفل هذا مستمتع بالغابة، كيحس بها وكيسمعها وكيسمع الأصوات اللي كديرها الأشجار. إنه كيعرف بأن الغابة هي كائن حي متكون من أشجار بحال راه كتهضر معاه. هو شتو كيفاش مغمض عينيه ومخشع، كيحس بالغابة بحال راه هي كدوي معاه، بحال الغابة كتهضر معاه. إذن نكملو. لي جون كي نو ساف با إيكوتي لي زابر، ياك الناس اللي ما كيعرفوش نو ساف با يستمعوا إيكوتي لي زابر، يستمعوا الأشجار، ديز كيقولوا كو لي فوغي سون سيلونسيوز، كيقولوا بأن الغابات صامتة ساكتة. مي ولكن دي كو لونفون سيفل اكيد سيفل بيان، من دي كيتعلم الدري انه كيفاش يصفر، يعني كيكبر شوية يقدر انه يدي يدو لفمو يصفر بها، اكيد سيفل بيان وكيصفر مزيان كوم ان وازو بحال شي فريخ كتسمع كيدير مكعرفش انا صفر، ولكن هو كم كتلقى الدري الصغير كيلعب، يعني كيعرف يدير هاد الاصوات هادو بفمو كوم ان وازو بحال شي طائر. il commence à entendre، كيبدا انه يسمع هذاك لو بروي، يعني الضجيج، لو بروي الصداع كو فون لي زارب، اللي كيديروه الاشجار. il y a شنو هاد الاصوات، هو يقولها لنا دابا يفسر لنا شنو هذوك الاصوات. il y a des craquements، كاينه واحد الطرطقه، واحد الفرقعه de branches، كتسمع داك الاغصان ديال الاشجار كتسمع طق، يعني كإما كتهرس إما كتحرك من بلاصتها، يعني كاينه واحد الفرقعة ديال دوك الأغصان ديال الأشجار كي سودغيس، كتحس بها تم كتنوض من غير أنها تهرس، تم كتنوض كتحس بها بحال كيطردقوا ضلوع الشجرة، بحال راه كتكبر معاها كي سودغيس، يعني تنمو، يعني هذوك الأغصان ملي كتنمو لا بقيتي تصنت كتحس بها أنها كطردق، يعني كتكبر. دي فوي كي سوميت ترومبلي، اوراق اللي كتبدا ترعد، ترومبلي هي كترعد، سميت ترومبلي باش بالريح وبعد. il y a surtout des bruits، كاينه ايضا وخصوصا اصوات des bruits d'agis de sifflement، ديال التصفار، كتحس بحال راه الغابه كتصفر. parce que les arbres répondent، لان بحال الغابه كتهضر معك كتجاوبك، الغابه تستجيب، فهمتي؟ بحال هذا مثلا صفرتي كتحس بها بحال راه كتجاوب كترد لك داك الصدى ديال داك الصوت. سا سي لو لونغاج دي زابر، هذا هو الكلام ديال يعني الهضره ديال
الأشجار، كيفاش كتهضر الأشجار؟ كتهضر بهذا الأصوات هذو، هذه هي اللغة ديالهم. Si tu ne fais pas attention et la marditish le bel, tu peux croire à يسحب لك بأن que ce sont des oiseaux qui sifflent. La marditish le bel يبان لك بأن راه العصافير هي اللي كتصدر داك الصوت، هي اللي كتصفر. L'enfant a compris الطفل فهم que les arbres بأن الأشجار vivent كتعيش، يعني بحال بحال الإنسان كتكبر كتعيش. اي رياجيس هو تتفاعل مع الاخرين، يعني كتصرف كتجاوب مع الناس. واضح؟ نعاودو نقراو النص وندوزو الاسئله ديال الفهم. Un petit garçon au pays des arbres. Les gens qui ne savent pas écouter les arbres disent que les forêts sont silencieuses. Mais dès que l'enfant siffle et qu'il siffle bien comme un oiseau, il commence à entendre le bruit que font les arbres. Il y a des craquements de branches qui se dressent, des feuilles qui se mettent à trembler. Il y a surtout des bruits de sifflement parce que les arbres répondent. Ça, c'est le langage des arbres. Si tu ne fais pas attention, tu peux croire que ce sont les oiseaux qui sifflent. L'enfant a compris que les arbres vivent et réagissent. نعاودو دابا نقراو كلمة بكلمة. هذه بالنسبة للناس اللي عندهم صعوبة في القراءة كيقراو بصعوبة، واللي كيف اللي فاهم مزيان يزيد شوية على فيديو باش يشوف الأسئلة ديال الفهم. Un petit garçon au pays des arbres. Les gens qui ne savent pas écouter les arbres disent que les forêts sont silencieuses, mais dès que l'enfant siffle et qu'il siffle bien comme un oiseau, il commence à entendre le bruit que font les arbres. Il y a des craquements de branches qui se dressent, des feuilles qui se mettent à trembler. Il y a surtout des bruits de sifflement parce que les arbres répondent. Ça, c'est le langage des arbres. Si tu ne fais pas attention, tu peux croire que ce sont les oiseaux qui sifflent. L'enfant a compris que les arbres vivent et réagissent. واضح؟ نقراو دابا قراءة أخيرة، قراءة عادية. Un petit garçon au pays des arbres. Les gens qui ne savent pas écouter les arbres disent que les forêts sont silencieuses. Mais dès que l'enfant siffle et qu'il siffle bien comme un oiseau, il commence à entendre le bruit que font les arbres. Il y a des craquements de branches qui se dressent, des feuilles qui se mettent à trembler. Il y a surtout des bruits de sifflement parce que les arbres répondent. Ça, c'est le langage des arbres. Si tu ne fais pas attention, tu peux croire que ce sont les oiseaux qui sifflent. L'enfant a compris que les arbres vivent et réagissent. واضح ندوزو الأسئلة ديال الفهم. تبع معايا. هنا قال لك j'observe l'image. ولاحظوا الصورة. Je relève le titre et les références du texte. نجبد العنوان و المصدر ديال النص. هنا لو تيتر كيما كتشوفوا ان بيتي غارسون او بيي دي زارب، ريفيرونس فواياج او بيي دي زارب، يعني المصدر ديال النص هو سفر الى بلاد الاشجار. السؤال الثاني قال لك جيمي اون هيبوتيز، نوضع واحد الفرضيه، نفترض على من غادي يهضر هذا النص.
تقول له لو تيكست فا بارلي بوتيتر ربما النص غادي يهضر على واحد الطفل دون اون فوري راه الطفل فواحد الغابه انطلاقا من الصوره كيبان واحد الطفل راه جالس مستمتع في واحد الغابه. ندوزو السؤال الثاني بوندون لا ليكتور. هنا عندنا قال لك جيكوت لا ليكتور دو بروفيسور سمعناها شحال مره قراءة ديال الأستاذ. هنا جو لي سيلونسيوزمون لو تيكست نقرا قراءة صامتة النص بوي ومن بعد جو فيريفي يعني نتحقق من الفرضية ديالي واش عندي الصحة ولا لا. وي غتقول له وي جي غيزون أنا توقعت أنه يهضر على الغابة راه هضر على الغابة. السؤال الثالث قال لك جو روليف لي زيكسبرسيون كي مونتر كو لا فوري ني با سيونسيوز كيك نستخرج العبارات اللي في النص التي تبين كي مونتر كو لا فوري بان الغابه ليست صامته. شنو هما اللي كيبينوا بان الغابه ماشي صامته؟ اللي كيبين هو لو بروي كو فون لي زارب هو الضجيج اللي كيديروا الاشجار دي كراكمون كاين هذيك الفرقعه دو برونش ديال الاغصان دي بروي ضجيج ديال التصفير كتسمعوا بحال واحد التصفار كاينه في الغابه. هنا السؤال الرابع قال لك جو ريبون كيستيون يعني تجاوب على الاسئله اللي عطاك الاستاذ ما معروف شنو يقدر الاستاذ يعطيك من اسئله يعني داكشي اختياري. هنا جو تروف دون لو تيكست لو كونترير دو سيلونس نقلب في النص على ضد ديال سيلونس. سيلونس هو الصمت الضد ديالو هو الضجيج. اذا شنو نقولوا لو كونترير دو سيلونس سي لو بروي يعني الضجيج هو الضد ديال سيلونس. هنا الكلمات اللي اختاروا لكم بانها صعبه سو دريسي هي سو ليفي يعني قام سو دريسي يعني نهض ولا قام يعني دوك الاغصان اللي كتبدا نوض في الشجره. رياجير هي ريبوندر يعني تستجيب الشجره. لي كراكمون هو بروي كو فون لي برونش وديك الطرقعه ولا ديك الطرطق اللي كيديروا الاغصان من كيكونوا كيكبروا. واضح. ندوزو دابا الصفحه 146 هنا ليكتور يعني ديك التتمه ديال النص القرائي. قالك جولي اوت فوا لو تيكست اون ريسبكتون لا بونكتياسيون لو ريتم اقرا بصوت مرتفع النص باحترام علامه الترقيم لا بونكتياسيون يعني الفاصله والنقطه وكذا علامه التعجب علامه الاستفهام لو ريتم يعني الايقاع يعني البلايص اللي خصني نرفع فيهم الصوت البلايص اللي خصني نهضر بشويه يعني كيكون واحد الايقاع عند النص باش ما كيكونش كيكون معبر بحال نص حي انت كتعطي الروح في القراءه ديالك لذاك النص. هنا جولي افيك اكسبرسيون لي مو سويفون اقرا قراءه معبره الكلمات التاليه دي كراكمون دي سيفلمون دي كراكمون دي سيفلمون il met il se dresse il répond il vive et réagissent il vive et réagissent. Non, je compare ma lecture à celle de mes camarades. نقارن القراءة ديالي مع القراءة ديال الزملاء ديالي ماشي باش نضحك عليهم ولا هذيك وانما باش نشوف شنو واش اللي كانوا كيقراو مزيان احسن مني خصني نصلح الاخطاء اللي كندير انا هادشي باش نصلح ذاتي ماشي باش نضحك على الناس اللي كنت كنقرا احسن منهم صافي مزيان. هنا جو رولي لي باساج كي مون بلو نعاود قراءة جو رولي تلقى ديما غو قدام شي فعل يعني راه شي حاجة كتعاود ديرها فهمت. جو رولي يعني لي هي قريت رولي يعني عاود القراية ديال لي باساج يعني دوك المقاطع اما فقرة اما جملة اما لي باساج المقاطع كي مون بلو يعني اللي عجبوني يعني اللي عجبوني نعاود نقراها. واضح. ندوزو نشوفو ابخي لا ليكتور شنو مطلوب منا بعد القراءة. قال لك جو شيرش دي زانفورماسيون ابحث عن معلومات سوغ لاربر اي لا فوغي حول الشجرة والغابة دون اون انسيكلوبيدي في واحد الموسوعة. واش هي الموسوعة اللي تقدروا تقلبوا فيها لان صعيب باش الموسوعة باش تشريها راه غالية بزاف ولكن شنو الموسوعة اللي مشهورة وكتقلبوا عليها في الانترنت بسهولة هي موسوعة ويكيبيديا. ويكيبيديا كاينة بالعربية كاينة بجميع اللغات انتم غالبا غتقلبوا بالعربية وبالفرنسية. هنا نقلبوا على لا فوغي اي لاربر انا قلبت لكم عليهم تقدروا تاخذوا هذا ولا تقلبوا راسكم على تعاريف اخرى. لا فوغي هي اتون اتوندو بوازي هي واحد الطلقه اتوندو هي شي حاجه مطلوقه يعني واحد المساحه مطلوقه بوازي يعني فيها
دو بوا يعني فيها الخشب فيها يعني فيها الشجر غوند كبيره كونستيتيي مكونه دو بليزيوغ اربر مكونه من العديد من الاشجار اي اربست اربست هما الشجيرات يعني اللي باقا ما كبروش باقا قصار ان اربر شجره est une plante هادشي اللي كاين في ويكيبيديا انا حيت منهم غير الكلمات الصعبه حيتهم باش ما يجيكم الصعيب ان اربر شجره est une plante هو واحد النبته comportant un tronc يعني تتكون من جذع يعني داك الجذع ديالها اللي كيلصقوا فيه الاغصان وهذا sur lequel s'insère لا في داك الجذع s'insère يعني لاصقين دي برونش لاصقين الاغصان واضح هذه بالنسبه اللي مطلوب منا هنا قال لك جو بريزونت لو ريزولتا دو ما ريشيرش نقدم النتيجه ديال الابحاث ديالي دوفون مي كاماراد دو كلاس امام يعني زملاء القسم هنا اكريتور اي كوبي يعني الكتابه والنقد عندنا دوبل في نحاولوا نتعلموا نكتبوها دوبل في كما كتشوفوا عاودوها أو التاني هنا هذا نكملوها هنا دبل في ماجيسكي دبل في ما تقدروش تكتبوا احسن مني لان الخط هذا ما كان كنقول بانه ماشي مزيان بزاف شويه وصافي وهذه مساله ديال التدريب كله وكيفاش كي هذه وكاينه كاينه شويه الموهبه يعني ربي كيعطي ثاني داك الشيء ديال خاط الرسم فيه الموهبه وعاد فيه التدريب العنصر ديال التدريب واضح يعني ممكن تكون انت كتكتب حسن من الاستاذ ديالك ماشي عيب وفا سانستار سوز ان ارب وفا تجلسوا تحت شجره يعني في الظل ديال واحد الشجرة وفا سينستال دابا باش الكتابة كتجي مزيانة وانا كتحاول تقلد هاد النموذج كتحاول دير بحالو شوية بشوية كتولي كتابة مزيانة سوزان ناربر النقطة ديالك نشوفو الجملة اللي موراها شنو قالنا قالك ويسان ويسان مالا كور كتجري كور فيرب كورير ديغيير خلفه ديغيير خلفه شنو ان خلفه ان بابيون خلفه فراشة ان بابيون هذا وهكا كملنا صفحتين 145 و 146 إلى اللقاء